طبعا بالوطن العربي اول ما تنشهر لعبة جديدة او تطلع لعبة جديدة تصير ترند، وين ما تروح تلاقيها، فيسبوك، تويتر، اي مكان على السوشيال ميديا تروح تلاقي بوشك امونج اس، دغري بيطلع لك بعض الاشخاص وبيقولوا لك هاي اللعبة حرام، وبيطلعوا لك اسباب من وراء الارض بس مشان يقولوا لك انه هاي اللعبة حرام. طبعا كل لعبة هيك بيصير معنا بالوطن العربي، وانا الصراحة لما شفت بعض الفيديوهات ما استحملت ما احكي عن هذا الموضوع، يعني كثير ناس كبيرة عم تحكي وكثير ناس صغيرة عم تحكي على انه حرام. طبعا انا بهذا الفيديو رح ورجيك ولد صغير عم يحكي على هاي اللعبة، على لعبة امونج اس. طبعا هذا الولد الصغير ما حيجيب الكلام من عقله لانه صغير بالامر، طبعا لو ما هو متأثر من الناس الكبيرة ما حيحكي هذا الكلام. فكرة اللعبة رح نحكي لكم اياها ببداية المقطع لو انت ما بتعرف شو فكرة اللعبة، ورح نحكي لك عن هذا الولد بعدين ليش هيك عم يحكي يعني، وشو الفكرة انه هيك صار عم يحكي. فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. لك يا اخي الناس بتطلع حالها بمواقف بايخة جدا، يعني هذا الولد راح طلع حاله بموقف بايخ وعم يحكي على لعبة امونج اس وعم يتفتى ويقول لك حرام ومو حرام ومدري شو. طبعا التعليقات اللي بالفيديو كانت كتير سيئة وكتير كتير كتير، يعني ما بعرف شو بدي احكي انا، بس كتير التعليقات كانت سيئة لانه الفيديو كان منشور على السوشيال ميديا بشكل عام وكل الناس عم تشوفه وكل الناس عم تعلق عليه. طبعا بعض الشباب اللي هي ما عندها مثلا تفكير انه بتحكي كلام عشوائي بالتعليقات، مثلا في مسبات، في كلام، في دعاوي، في على اهله، في يعني ما في كلمه سيئه الا ما شفتها بالتعليقات. طبعا لعبه امونج اس هي لعبه تعاونيه، رح تكون انت بسفينه فضائيه ومعك 10 بني ادمين. هاي اللعبه لعبوها كتير ناس لانه صناع المحتوى بيلعبوا مع بعض وبيساعدوا بعض بصناعه المحتوى، بس مو اكتر من هيك. واللعبه هي صار لها سنتين نازله حاليا بهالفتره هاي، الاسبوعين اللي مضوا او 3 اسابيع اللي مضوا انشهرت فيها اللعبه بشكل كتير كبير وصارت على تويتش اكثر من 500,000 بس مباشر الى على تويتش فقط. بس فهي اللعبه مثل ما قلنا لكم 10 اشخاص، هدول 10 اشخاص علقانين بالفضاء بسفينه فضائيه، بدهم يصلحوا بالسفينه الفضائيه لحتى يقدروا يهربوا مشان يعني ينجوا بحياتهم. ولكن في بيناتهم قاتل واحد او اثنين او ثلاثه حسب المود تبع اللعبه. مثلا لو في قاتل واحد، هذا القاتل واحد بده يحاول يقتلهم كلياتهم بدون ما حدا يشوفه لا بالكاميرات ولا حدا يلمحه هو وعم يقتل، لانه في زر بتروح بتشغل هذا الزر بتعمل اجتماع وبتحكوا مع بعض. طبعا لما انت تلاقي جثه بتروح بتبلغ الجثه، بتجتمعوا انتوا العشره مع بعض وبتصيروا بتحكوا انت كنت وين، انا كنت وين، شو كنت عم تساوي، انا مع مين، وهيك لحتى يطلعوا القاتل ويطردوه برات السفينه ونربح الجيم. بس الموضوع كتير بسيط وهو نقاش وحكي وهذا الكلام. بلشوا بقى ناس كبيره انه يحكوا انه هي اللعبه حرام ولعبه امبوستر، لما انت تكون امبوستر او تكون قاتل يعني معناته الدجال. فبلشوا بقى يقولوا لك معناته الدجال، وهي الكلمه بتترجم لكذا معنى، فهي المعنى الاساسي معناته انه الدجال او الكاذب او القاتل بنقال إلى كتير معاني، ولكن صارت الدجال. حطوا الدجال وطبعا وحطوا وراها كلمة تانية طبعا ما هنحكيها، لا بتشوفوا هذا الفيديو تبع الولد وبرجع لكم. أول شيء يا شباب، أنت لما تكون الإمبوستر لازم تحلف اللعبة، بتأكد أنك لازم تحلف كذب، دي الشرط الأساسي في اللعبة أنك لازم تحلف كذب. وأنت لما تكون هاي قاتل بيبقى اسمك إمبوستر، وإذا كتبت جوجل وكتبت على القاموس معنى كلمة إمبوستر هيجيب لك الدجال. وحتى الشخصية بعين واحدة بيكون شكله هنا في منتصف، وهاي اللعبة حرام لانك بيذكرتوا انك لازم تكون تحلف كذب اذا كنت الامبوستر. وشي سمع، هاي اللعبة مخصصة للاطفال من سن 5 سنوات ل 11 سنة علشان يعلموهم الكذب، فهاي مصيبة. احنا في جيل او مصيبة وهذه كارثة على العالم كله، فلازم ان ايها الاباء والامهات ان تحذرون اولادكم ان لا تلعبون هاي اللعبة، لان هاي اللعبة حرام 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 حرام. وعلموا اولادكم ان لا يلعبوا هاي اللعبة، ومنعونهم التليفون واليوتيوب والفيسبوك، لانها لا الكل برامج تعرض هذه اللعبة الحرام الذي تشترط عليك الحلفان كذب كذب. هل تعلم ماذا يعني تحلف كذب؟ تأتي اليك جبال وانهار ومحيط من السيئات. هذا ما هذا مو شيء، هذا حرام، هاي اللعبة حرام. وبالمناسبة الشباب، هاي اللعبة الامريكان والاسرائيليون اتفقوا مع بعض ان يسووا هاي اللعبة لان هاي اللعبة حرام. وانتظروا مني جزء ثاني من لعبة اخرى حرام ايضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما شفتوا مثل هذا الولد عم يقول لك امبوستر وما امبوستر، هو مو عرفان الله وين حاطه، ولكن الفكرة من هذا الكلام
انه صار الموضوع يلا انه يلا انا عندي محتوى، ما عندي محتوى بدي اعمل، ما بدي اعمل مثلا، يلا نحكي عن الحرام، نحكي عن هيك. فهذا الموضوع كتير غلط. انا هذا الفيديو بس حبيت اعرض لكم فيه هذا الولد اللي عم يحكي بهذا الكلام السخيف، اللي هو مو عارفان راسه من رجله. طبعا هذا الكلام هو ما حيحكيه غير اذا كان سمعانه من حدا كبير، يعني الموضوع في لناس فيديوهات كبار بالعمر وناس كبيرة، فما حبيت اعرضها بس مشان ما يصير كلام طبعا على العين والراس كلياتهم، ولكن حبيت اعرض لكم هذا الولد الصغير مع شوية مونتاج هيك يعني خفيف بس مشان تشوفوا. طبعا كمية التعليقات اللي كانت على الفيديو كتير كبيرة، والمسبات والتنمر وهذا الكلام اللي كان على هذا الولد كتير كتير كبيرة، فأتمنى هذا الشيء ما ينعاد وما يتكرر معنا بالنسبة للوطن العربي، وهذا الحرام والحلال والقصص هي ما كتير تنقال وما تنحكى. فبس هذا هو المقطع تبعنا اليوم، حبيت لكم شوية لعبة Among Us وارجيكم هذا الشاب، وان شاء الله يا رب ما ينعاد وما حدا يحاول يصنع هيك محتوى ابدا او يعمل هيك فيديو بالنسبة له، لانه هذا الشيء غلط ورح تاخد تنمر بشكل كتير كبير. فشكرا لكم وبرعاية الله.